فنانات كتيرة اعتزلوا الفن بعد الجواز، ويمكن ده بيكون لأسباب شخصية أو بسبب طلب الزوج، لكن الموضوع بيكون غريب جدا لو الزوج برضه من الوسط الفني أو ظهروا هما الاتنين في أعمال سوا، وده يمكن بيكون سبب من أسبابه نظرة المجتمع للوسط الفني. رامي جمال رد على سؤال عن أسباب اعتزال زوجته المطربة نريمان، وقال الوسط الفني صعب وخصوصا على السيدات، وكمان إن هو بيشتغل أغلب الوقت، وفي حالتنا وتواجدنا سوا في الوسط الفني مش هنقدر إننا نتفرغ لحياتنا ولولادنا. رامي ونريمان اتجوزوا في 2014 في حفل كان بسيط عائلي بعيدا عن أعين الميديا، وبعد فترة أعلن رامي جمال عن اسم زوجته بعد ما أعلن على الفيسبوك عن زواجه فقط. نريمان شاركت في ألبوم شخبطة على الحيط بعد ثورة يناير 2011، وضم عدد من النجوم منهم محمد حمائي ورامي جمال وخالد عز وتامر علي، وقدمت فيه أغنية ما بقاش في حاجة وكلمات وألحان رامي جمال وتوزيع وسام عبد المنعم. كمان قدمت نريمان أغنية تانية اسمها مع نفسك، وهي من كلمات الشعر الغنائي عمرو الجارم من ألحان رامي جمال ومن توزيع وسام عبد المنعم، واختفت بعد كده تماما. رامي جمال مش بس هو شريك حياتها الزوجية، لا كمان هو شريك حياتها الفنية بالأغنيتين اللي حققوا نجاح وقت نزولهم، لكن رامي فضل وأكيد الموضوع باختيارهم إنها تكون زوجة فقط وتبعد عن الوسط الفني. أحيانا كتير بيكون بعد الفنانين عن فنهم بيسبب صعوبات كتيرة، وأحيانا بيكون فترة توقف طويلة شوية، وبعدين بترجع الفنانة لعالم الفن والشهرة من تاني. عرب بوب بتتمنى ليهم دوام السعادة، وكمان بتتمنى إن رامي جمال يقدم أغاني تانية كتيرة مميزة الفترة اللي جاية، وبيتمنى ليهم كمان حياة زوجية مستقرة.